مصر بلد الحضارة، بلد خلدت فيها اللغة منذ أكثر من 7000 عام. تعلم شعبها اللغات كثيرة وخلق من الصورة والرسومات لغة للتواصل وإرث الحضارة للأجيال المتتالية. اشتهرت الدولة المصرية دوماً بالزخم والازدحام، أغاني هنا وحفلات بشكل مستمر. إنه حقاً زخماً فنياً متعدد الأصوات، منها العربية والإنجليزية عندما دعا الله الشابة كلير غايس لتبدأ خدمة الصوم بغرفة صغيرة داخل مبنى في الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في منطقة مصر القديمة، واتسعت الخدمة لتصبح مدرسة كاملة لتعليم الصم وضعاف السمع. قد إيه حاجة جميلة قوي إن آجي وأشارك معاكم الرؤية اللي الله حطها جوه قلبي علشان أخدم الصم وضعاف السمع. وبعد ما اداني الرؤية دي أنا سافرت برا وتعلمت برا ورجعت في سنة 1982، عملنا أول مدرسة لتعليم الصم على مستوى المحافظات. وسنة 1983 كان ربنا حط جوه قلبي إنه الصم مش عارفيني، لازم اجتماع نعلمهم إزاي يعرفوني. وقعدت أصلي أقول له رب أنا نفسي كل واحد أصم يجي كده ويتعلم وكل ركبة تسجد وكل لسان يعترف إنك أنت رب المجد. وبدأنا الخدمة دي مع أولادنا الصم على مستوى الجمهورية، ودربنا خدام وأسوس وفتحوا اجتماعات. علشان كده أنا فرحت قوي بالديجيتال تشيرش إنها هتقدر توصلنا بناس كتيرة ما يعرفوش ربنا أو مش قادرين ييجوا لربنا. وبارك الله العمل حتى ثقل الله الكنيسة لتؤسس أول كنيسة بلغة الإشارة المصرية وتنصب أول قس أصم في الشرق الأوسط على هذه الكنيسة، القس كليمنت. وفي عام 2022 أثقل الله قلب مسؤول الإعلام بالكنيسة الأسقفية بمصر عن بداية خدمة إعلامية للصم في مصر. وبالشراكة مع هيئة SRG بدأت الكنيسة في إذاعة أول كنيسة إلكترونية بلغة الإشارة في مصر وأول محتوى روحي تعليمي للصم في مصر. تستهدف الكنيسة مجتمع الصم والذي يصل عددهم 8 مليون من مختلف الديانات، ما يقرب من 1 مليون مسيحي على الأقل. ربنا كان بعلمنا حاجة جديدة، إنك عشان تبقى مرسل مش لازم تسافر بره بلدك، ينفع جوه بلدك تبقى مرسل. وتشفنا وسطينا كأنها أرض معزولة بتتكلم لغة ممكن نسميها لغة الصمت، وكان ربنا بيحط جوانا كده كأننا يلا بينا نلم حاجتنا ونتحرك بالميديا اللي احنا عارفينها كويس ونتحرك ليه نكلمهم عن ربنا، نعرفهم مين هو المسيح. وكان التحدي ان احنا بنبدا من يعتبر من الصفر. في ناس سبقتنا اتكلمت معاهم لكن عددهم ضخم جدا ومحتاج ناس كتير جدا تتكلم. حقيقي بنشكر الله من اجل اختراع الميديا والسوشيال ميديا، لانه قدر يوصلنا لعدد كبير من الناس في وقت قليل جدا. ده التحدي اللي قدامنا الوقت الجاي، ان احنا ازاي نقدر المحتوى المسيحي كله
يتحول لهم في شكل صورة في لغتهم عشان يوصلهم في كل مكان. أنتجت الكنيسة الدراما التوضيحية والعظات وأيضا قصص الكتاب المقدس وكذلك قصص للأطفال وبرامج توعية أسرية. كما تخطط الكنيسة على إصدار أول قاموس لاهوتي بلغة الإشارة المصرية به المصطلحات اللاهوتية، حتى يتمكن الصم في مصر من دراسة اللاهوت والتعمق بالإيمان المسيحي. ناس كتيرة كانت بتسأل إنه المحتوى حلو قوي وإحنا بنتعلم، بس إحنا ما فيش مكان نوصل له، ما فيش مكان بنصلي فيه، ما فيش مكان بنعرفه. كان هدفي الكبير إن إحنا نجيب الناس دي ونجمعها لأقرب خدمة موجودة قائمة بالفعل عندهم في المكان دوة، أو نبدأ إحنا خدمة تانية. صلوا من أجلنا ومن أجل الخدمة واتساعها. إن الحقول بيضت للحصاد، فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. وأخيرا، إذا صدفت شخصا أصم أخبره أن يسوع يحبه عن طريق هذه الإشارات.